السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، معكم أونيزوكا من قناة أوهايو تاكوتيتا، اليوم في حلقة جديدة من فقرتكم الأسبوعية فقرة الحقائق أو الفاكت، وهذه المرة تلبية لطلبتكم الشخصية 5 حقائق مرعبة صراحة عن أسطورة ناروتو شيبودن يوتشيها إيتاتشي. إن كنت من قدماء المتابعين فضغط زر اللايك، وإن كنت جديد على القناة فلا تنسى ضغط زر الإشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل جديد بما يخص الأنمي والمانجا والثقافة اليابانية. وهيا بنا لنكتشف 5 حقائق مرعبة عن شخصية يوتشيها إيتاتشي. إذا نبدأ بالحقيقة 5، وهو الديزاين والتصميم الأولي لشخصية إيتاتشي. حقا كان شخصية مرعبة في هيئته البدنية وفي وجهه كما ترون على الصورة، هذا هو التصميم الأولي الذي قرره ماساشي كيشيموتو لعمله من أجل إيتاتشي، وحمدا لله لم يطبق، لأنني صراحة شخصيتي المفضلة في أنمي ناروتو بأكمله هو يوتشيها إيتاتشي، وهيئته الحالية هي هيئة مثالية تناسب تضحيته وشخصيته التي عكسها في الأنمي. ثم ننتقل للحقيقة 4، وهي عن سر كان مدفون في أنمي ناروتو ولا يعرف عنه إلا القليل، ومن بينهم كان يوتشيها إيتاتشي، حيث أنه كان من الناس القلائل الذي يعرفون حقيقة وهوية والدي ناروتو أي ميناتو وكوشينا. ربما هذا لأنه في فرقة الأمبو وكان عضو متميز من فرقة الأمبو، نعرف بأن فرقة الأمبو هي فرقة المهمات السرية، ربما لهذا كان يعلم بهذه الحقيقة خصوصا، وأنه كان مقرب جدا من الهوكاغي الثالث. أما بالنسبة للحقيقة 3، فهي تتحدث عن رغبة إيتاتشي في الموت على يد ساسكي. فنحن نعرف بأن إيتاتشي حينما قابل ساسكي لم يكن حقا يريد قتاله بجدية، فكان يمثل على أنه يقاتل، وأصلا كان جسمه متضرر جدا من المرض، وكانت أمنيته أن يموت على يد ساسكي. لماذا؟ حتى يظهر ساسكي على أنه أنا أيضا بطل مثل ناروتو، لأن نعرف بأن إيتاتشي كان على هيئة المجرم المطلوب وعلى هيئة الخائن الذي عمل رفقة منظمة الأكاتسكي، رغم أن نواياه كانت حسنة وأنه كان يعمل في مهمة تحت إمارة الهوكاغي الثالث، لكن الناس لا يعرفون هذا. ونحن نعرف الشخصية المعقدة التي كانت لدى ساسكي بصفته الناجي الوحيد من عشيرة اليوتشيها. إذا كانت هذه تضحية من الأخ الأكبر لتحسين صورة ساسكي، لكن للأسف يبدو أن ساسكي لم يتعلم بعد. وننتقل للحقيقة 2، وهي تتحدث عن أيضا قرار كان سوف يتم تطبيقه من طرف ماساشي كيشيموتو، لكن تم التراجع عنه في آخر اللحظات، وهو أن إيتاتشي في بادئ الأمر أي قبل أن تبدأ سلسلة ناروتو كان سوف يكون شخصية بصفتها قائد لفرقة خاصة بالاغتيال والحركات التكتيكية الخاصة بكونها تحت اسم إيتاتشي سكواد أو فرقة إيتاتشي، لكن تم التراجع وتم تغيير السيناريو كما شاهدتموه من قصة الأنمي. وأخيرا وصلنا للحقيقة الأولى، والتي موثقة من الداتا بوكس، وهو كتاب موجود في عدة الأنميات الطويلة، حيث يتم توثيق في حقائق من طرف المانجاكا نفسه مثل الكتاب الأخضر كما هو الحال بالنسبة لون بيس. وهذه المعلومة التي يعني موثقة من الداتا بوكس تتحدث عن أن جيرايا وإيتاتشي تم توثيقهم بصفتهم أقوى الشينوبي الذي ظهروا في قصة ناروتو، وهذا بتصريح من المانجاكا نفسه في لقاء صحفي مع المعجبين، حيث أخبرهم بأنه لو كان إيتاتشي على قيد الحياة لكان النينجا الوحيد الذي يستطيع مجابهة مضار والوقوف في وجهه وقتاله وجها لوجه. هذا يعبر عن قوة إيتاتشي الأسطورية التي لم نرى منها إلا جزء بسيط في الأنمي، لأنه عادة لم يكن يتبارز كثيرا، كما أن المرض قد نال من جسده في آخر مراحل عمره. إذن هذا كان كل شيء بخصوص حقائق يوتشيها إيتاتشي، أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم كالعادة. لا تنسوا وضع اقتراحاتكم بخصوص قادم الحلقة،
العلاقات، ما هي الشخصيات والأنميات أو المواضيع بصفة عامة التي تريدونني أن أتحدث عنها في فقرة الفاكتس في قادم الحلقات، ضعوها أسفل التعليقات حتى أستطيع مطالعتها. كالعادة لا تنسوا الضغط على زر لايك، ولا تنسوا نشر الفيديو مع أصدقائكم. كان معكم أونيزوكا من قناة أوهايو تاكو ديس، ألقاكم في قادم الحلقات، كونوا في الموعد.